السلام عليكم، معكم أخوكم صالح عبد الغريب سينيور باث لاب تكنيشن. قبل ما أبدأ المحاضرة والليكتشر ودي أشكر حساب لاب تيست على الاستضافة، وإن شاء الله الجميع يستفيد من المحاضرة. المحاضرة هتكون عنوانها Transfusion Reaction on Clinically Significant Antibody. راح نتكلم فيها شوية عن أنواع Transfusion Reaction اللي تصير أثناء عملية نقل الدم، وبعض الانتيبادي اللي هي مهمة جدا في خاصة في بنوك الدم وليها أخصائي بنك الدم. أول شيء راح نتكلم عنه، آسف، راح نتكلم أول شيء عن البلاد ترانسفيوشن. البلاد ترانسفيوشن is generally the transfusion of blood or blood component from donor into blood stream of the recipient. فمعروف أن نقل الدم هو عبارة عن نقل إما خلايا الدم الحمراء أو نقل component of blood مثل ال white blood cell أو البلازما أو البليتلت. طبعاً blood transfusion is medically therapy that can be life saving. Blood transfusion is a procedure to replace blood loss اللي هو مثل في عملية في أثناء العمليات أو في الحوادث أو due to depression of the bone marrow خاصة لمرضى مثل مرضى الثلاسيميا والسيكل سيل. Currently no alternative source to human blood. طبعا في الوقت الحالي في بعض الدراسات الحين يحاولون ان يلقون مصدر ثاني لدم الانسان، بس للوقت الحالي للحين المصدر الوحيد للدم هو دم الانسان. زين، blood transfusion شنو هي خطوات او الاشياء اللي لازم تكون under observation او تحت الإشراف الطبي أثناء عملية نقل الدم؟ طبعا عملية النقل لازم تكون تحت إشراف طبي ويكون في نيرس أو ممرض تحت يكون موجود ويراقب المريض ويسجل كل شيء يحدث أثناء عملية النقل. ومن أهم الأشياء اللي لازم يسجلها ويكون تحت الملاحظة البلس، بلاد بريشر، تمبرتشر، أند ريسبيرتوري ريت. وطبعا الـ15 دقيقة الأولى في عملية نقل الدم is necessary، لأن معظم عمل transfusion reaction خاصة acute one والallergic reaction تصير في هذه الفترة. وطبعا إذا كان في أي أعراض ل transfusion reaction مثل ارتفاع في درجة الحرارة، حساسية، المريض بدأ يتعرق، لازم هني transfusion لازم تتوقف والدكتور يتبلغ بالموضوع والبلاد بانك ايضا يتبلغ مع عينة قبل وبعد عملية النقل لاكتشاف سبب هذا الترانسفيوشن رياكشن. زين، شنو انواع الترانسفيوشن رياكشن؟ طبعا او شنو هو الترانسفيوشن رياكشن؟ بالاول الترانسفيوشن رياكشن is a harmful recipient immune system response to donor blood. وطبعا الترانسفيوشن رياكشن can be classified into 5 group اللي هو allergic reaction، febrile، hemolytic reaction، transfusion related acute lung injury، transfusion associated circulatory overload. زين، هني نتكلم أول شيء عن الأنواع transfusion reaction. وطبعا في المحاضرة هاي أنا راح أركز على الأول ثلاثة اللي هم allergic، febrile، hemolytic reaction. زين، أول شيء راح نتكلم عنه اللي هو allergic transfusion reaction واللي هم من أعراضه مثل facial flushing، hive، rash، wheezing، dyspnea أو low blood pressure. إذا شنو هو allergic reaction؟ Report revealed that allergic reaction is with blood transfusion has incidence of 0.15. مو هذا يعني not that common. Typically present as rash and urticaria. Allergic reaction are mediated by IgE and IgA antibody. The reaction are usually attributed to hypersensitivity to protein in plasma or leukocyte or platelet. سبب الallergic reaction أغلبها من البروتين الموجود في البلازما أو على كريات الدم البيضاء أو صفائح الدم. فعشان كذي في نوع خاص من الدم أو الدم يروح على بروسس معينة يسمونه washed RBC. فهالطريقة هذه أو هالبروسس هذا جميع البلازما وحتى الانتي كوغولنت الموجود في كيس الدم تنشال وتظل بس كريات الدم الحمراء مع شويه الكترولايت، ويكون اكسبايري مال الدم حوالي يوم يعني 24 hours. That's it.
طبعا هني يستخدمون مشين خاصة للوشت ار بي سي. هذا المشين هذه وظيفتها انها تغسل الدم وتخلي بس الريد بلود سيل مع الالكترولايت، ويكون طبعا في الاكسبيريشن بس 24 ساعة. وهذا يستخدم حق المرضى اللي عندهم حساسية من اثناء عملية نقل الدم. وهذا example of patient with allergic reaction، نشوف انه عنده skin rash with red and itchy bump، فهذا البيشنت لازم ياخذ washed RBC. زين، النوع الثاني من الترانسفيوشن رياكشن اللي هو الفيبرايل ترانسفيوشن رياكشن. واحد نشوف شنو هو الفيبرايل ترانسفيوشن رياكشن. رياكشن mainly causing fever, chills and headache. It's characterized by temperature elevation of 1 degree Celsius. لازم يكون على الأقل درجة حرارته مرتفعة درجة أثناء عملية نقل الدم. Report showed that fibular reaction occur 0.1 to 1% of the blood transfusion. هم مو ذاك الـ common. Usually caused by cytokines from leukocyte and presence of recipient antibody against donor human leukocyte antigen. فالسبب الرئيسي للفيبرايل رياكشن هو الـ white blood cell. فعشان كذي blood filtration can prevent fibular reaction by removing most of the leukocyte. طبعا الفلتريشن هاي يستخدم الكيس الدم يتفلتر بفلتر خاص يسمى ليكوسايد ريدكشن فلتر مثل ما نشوف بالصورة. فهني معظم الوايت بلود سيل تنشال من الكيس، وينفع اغلب مو 100% لكن معظم الحالات من الفيبرايل رياكشن ممكن بريفنتد باي ذس تكنيك. زين، والنوع الثالث اللي راح اتكلم عنه ترانسفيوشن رياكشن اللي هو هيموليتيك ترانسفيوشن رياكشن. هذا هيموليتيك ترانسفيوشن راح شويه اتكلم عنه شويه ليتل بيت ان ديتيل. شنو هو هيموليتيك ترانسفيوشن رياكشن؟ هيموليتيك ترانسفيوشن رياكشن از ا سيريس كومبليكيشن ذات اكور از ا كونسيكونس اوف ا بلاد ترانسفيوشن اند كوزينج لايسيس اوف ترانسفيوز ار بي سي. اتش تي ار ار كوزد باي انتي جي انتي بودي انتراكشن. في هذا النوع من الترانسفيوشن رياكشن هو عبارة عن انتيجين انتي بودي انتراكشن يسبب تكسر الدم. The risk of HTR is approximately 1 to 70,000. همن مو ذات that's common. هذه دراسة سووها أو في الولايات المتحدة من عام 2005-2010. 75 case of HTR or fatal HTR are reported by the FDA in US. زين، الـ HTR ممكن أن تتقسم either by time، ممكن تتقسم بوقت الحدوث اللي هو acute or delay، أو تتقسم according to the اللي هو site of hemolysis اللي هو intravascular or extravascular. طبعا هاي دراسة في 2006 34 case of HTR were reported in UK. 11 منهم was acute and 23 was delay but no fatality related to HTR reported. زين، هذا رسمة تبين شنو الفرق بين الانترافاسكولار والاكسترافاسكولار. تشوف ان الانترافاسكولار هو عبارة عن تكسر الدم داخل الأوعية الدم، لكن الاكسترافاسكولار هو تكسر الدم اما في الليفر او في السبلين. زين، نتكلم عن النوع الاول من تكسر الدم اللي هو اكيو او الهيموليتيك ترانسفيوشن رياكشن او اكيو ترانسفيوشن رياكشن. الاكيو انتروفاسكولار اس تي ار اكور ديورينج اور وذين 1 داي، يحدث ممكن خلال دقائق او خلال يوم نقل الدم. واكيو انتروفاسكولار اكور ديو تو اكتيفيشن اوف كومبلمنت باث واي. ومعظم الحالات اوف acute is ABO incompatibility is the most likely cause of acute. So معظم الحالات من الأكيوت تحدث بسبب اللي هو ABO incompatibility، يعني patient A تعطي B. However in some cases of allo antibody like مثل الكيد أو الدفي ممكن تسبب HTR أو اللي هو acute HTR. وهذه data collected في US بين 1976 and 1985 showed that only 9 حالات فقط من 158 fatal case of acute HTR كان من الالو انتيبادي. فهذه الدراسة تبين ان معظم الحالات تكون من الاكيوت
HDR وهي من الـ ABO incompatibility. زين الباث فيزيولوجي اوف اكيوت اتش دي ار. The severity of acute intravascular HDR is greatly influenced by the degree of complement. Acute HDR يحدث degree of fatality بسبب complement. طبعا بعد ما يصير antigen antibody interaction, بعد ما يصير binding الانتيبادي على RBC, هذا راح يصير هني complement activation. هني complement راح تصير تتفاعل وتسوي وستات انت ريزنت فورميشن اوف ميمبرين اتاك كومبلكس, تسوي مثل حلقه على جدار خليه الدم وتكسرها, وتكون هذه ويكون هذا اكيوت فيري, يعني خلال يوم احنا قلنا حتى او ساعات خلال ساعات. وهذا طبعا هذا يسمونه ماك اللي هو الميمبرين اتاك كومبلكس. والماك هذا اتاتش تو ذا ار بي سي اند بروديوس بورز ان ار بي سي ميمبرين ريزلتنج انترا فاسكولار اوزموتيك لايسيس. راح اعطيك مثال شلون هو معنات الاذوى. راح نشوف هنا ان طبعا هذا هو الكومبلمنت قاعد تسوي بعد ما صار الانتيبودي انتراكشن, الكومبلمنت بدها تسوي البورز تتفاعل مع بعض وتسوي هذه البورز اللي هو تسبب تكسر لخلايا الدم, وممكن تكون فيتال اذا كانت كميه الدم المنقوله للبيشنت كانت كبيره. وهذه صورة لخلية الدم تحت المجهر الإلكتروني مع الممبرين أتاك كومبلكس أو الماك. فنشوف هاي خلية الدم وعليها هذا البولز اللي هو تسبب تكسرها. هذا اللابراتوري فايندينج أوف أكيوت. شنو نشوفه بالمختبر, شنو نحلل أو نعطي نتيجة إن هذا البيشن عنده أكيوت. لابراتوري فايندينج إنكلود لو هيموجلوبين, انخفاض في الهيموجلوبين, هيموجلوبين يوريا and هيموجلوبينيميا. طبعا هذا بسبب ان الهيموجلوبين بسبب ان الهيموجلوبين release from the RBC. بيلوبين level increased only 2 to 3 milligram per deciliter if patient has normal liver function. طبعا هم راح نشوف ان اللاكتيت dehydrogenase also will rise because of RBC lysis. زين هذا تكلمنا عن الأكيوت وسببه وشون نتحلل في المختبر وشنو سببه. الحين نتكلم عن النوع الثاني من الأكيوت من الهيموليتيك ترانسفيوشن رياكشن اللي هو الديلي ترانسفيوشن رياكشن. إن ديلي the HDR patient develop hemolysis 3 to 10 days after the transfusion. The IgG antibody the majority of the causes of delay HDR. The reaction occur in the patient who have alloimmunized or RBC antigen previous transfusion or pregnancy. مثل ما كنا او ما قلت كان في الموضوع اللي هو الاكيوت وان, معروف ان الاي بي او انتي بودي هو ناتشرال اكيرنج, احنا نولد مع هالانتي بودي. لكن في حاله الالو انتي بودي لازم نكون احنا بريفيسلي تعرضنا اما لعمليه نقل دم او في حاله في عند الفيميل هو البريجننسي. Pre-transfusion takes fail to detect this antibody due to their low titer. Following re-exposure to RBC antigen, an anamnestic response occurs with rapid rise in antibody titer, which may lead to decreased survival of transfusion RBC. راح أشرح هذا شوية هنا في الرسمة اللي جاية. شنو هو anamnestic response؟ زين في مثل example, patient عبارة عن هو D O negative و وخذ تشيز او بوزيتيف. ففي الحاله هذه عنده برايمري اكسبوجر تو ذا انتيجين. شوف هنا يعني في البرايمري اكسبوجر يعني البيشنت اكسبوز تو ذا انتي دي تو ذا دي انتيجين وهو دي نيجاتيف. فهني الاميون سيستم راح يبدا بروديوس انتي بودي اللي هو انتي دي في هالكيس. لكن بعد فتره معينه بعد فتره قصيره راح اللي هو الانتي بودي تانتريشن راح ينزل مره ثانيه. فهني بالحالة هذه ما راح إذا سوينا antibody screening من example ما راح نصيدها. بس إذا المريض جاء يوم بعدين وصار له exposed to the مرة ثانية عطيناه شيء O positive, في الحالة هذه شوف الصورة هذه هني immune system راح يكون response ماله higher والantibody titration راح يرتفع أكثر. وهني في الحالة هذه راح يصير transfusion reaction. وهني ممكن طبعا على حسب
عدد الأكياس وهذا ممكن تكون فيتال حق البيشنت. فمهم جدا انه يكون عندنا هيستوري قبل ما نعطي البيشنت اني بلد، يعني حتى لو ممكن الدفية الكيد لازم يكون عندنا الاكستنت فينوتايب حق البيشنت قبل ما نعطي كيس الدم. زين هني الديلي، the incidence of delay HTR is 1/2500. هني شوية مور كومن لأن هني عندنا ممكن you miss it during that antibody screening. الديلي HTR can be caused by irregular allo antibody. و most common allo antibody that can cause delay HTR هم معروفين هم ال RH والكد والدفي والكل. The symptoms of delay HTR may be similar to those in acute لكن هو شوية severity أقل. فهو ممكن السيمتومز ممكن نفس الشيء بس less severe than the acute one. زين الباثوفيسيولوجي اوف ديلي اتش تي ار هو نفس الباثوفيسيولوجي للاكيوت 1، بس في الحاله هذه في حاله الاكيوت في حاله الديلي معظم الكومبلمنت اكتيفيشن يوقف قبل فورميشن اوف ذا ميمبرين اتاك كومبلكس. ففي الحاله هذه معظم الار بي سي الهيموليسيس يصير اكسترا فاسكولار، اما في السبلين او في الليفر. طبعا واذا كان في حاله ان الانتيبادي هذه اتاتش تو ذا او الانتيبادي اتاتش تو ذا ار بي سي مع الكومبلمنت هني راح يصير الاكسترا فاسكولار راح يصير في الليفر. اذا كانت الار بي سي attached بس مع الانتيبادي without complement هني راح يصير في الحالة هذه الهيموليسيس راح يصير less more slowly and more happen in the spleen. هذه يعني السلايدة هذه تلخص هذا الشيء انه هي نفس اللي يسمونه الباثوفيسيولوجي في الأكيوت، بس انه less severe والماك والنوت يعني معظم الحالات الماك ممبرين نوت will develop. طبعا في بعض البروتينات توقف الكومبلمنت اكتيفيشن قبل ما يسوي الماك ممبرين، في الحاله هذه معظم الهيموليسيس اكير ايذر ان سبلين اور ان ذا ليفر. زين لابراتوري فايندينج اوف ديلي اتش تي ار تقريبا نفس الاكيوت 1، بس هني طبعا للسيفير مثل ما قلنا انكلود لو اتش بي اند سام تايم سلايتلي اليفيتد اوف فري هيموجلوبين بلازما الريتيكولوسايت انكريز اكثر. The pre and post transfusion sample must be evaluated antibody identification and DAT test. هني طبعا البنك الدم راح يطلب عينة قبل وبعد الترانسفيوشن راح يطلب التشيس بعد عشان يسوي له extent phenotype. طبعا if DAT positive for IgG then elution test هذا special test done in blood bank. طبعا في وظيفة الالوشن تيست اللي هو تكسير الدم ومعرفة شنو الانتيبادي اللي هو attached to the RBC. Additionally, the RBC from the transfused product should be phenotyped for the antigen and correspond to the naturally to the newly identified antibody. طبعا هم كيس الدم لازم يتم فحصه لمعرفة الانتيجين المسبب لهذا الترانسفيوجن. زين شنو هي الانتيبادي اللي تسبب الالو انتيبادي اللي تسبب الاكيوت والديلي انترافاسكولار او الديلي هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن؟ طبعا هو شنو معناته الكلينيكال سيجنفيكانت ان الانتيبادي ذات كوز اتش تي ار اند هيموليتيك ديزيز اوف نيوبرن. معظم هذه الانتيبادي هي اي جي جي اكسبت اللي هو الاي بي او اللي هو اي جي ام. ذا كلينيكال سيجنفيكانت انتيبادي تيبيكالي رياكت ات بادي تمبرتشر 37 اند كان كروس بلاسينتا انتو ذا فيتال اكت سيركيليشن اند كوز اتش تي ام. زين هذا مثال على الانتيبادي ايدنتيفيكيشن بانل. هذا احنا في بلد بانك ممكن معظم الفنيين يعرفونه. هذا البانل مال هذا البانل شوف هذا البانل مال الايدنتيفيكيشن. نشوف هني هذا في الكيس هذا بيشنت. طبعا احنا ناخذ السيرم من البيشنت ونسوي التست على حوالي 10 او 20 على حسب البانل. ففي الكيس هذه مثلا نشوف ان هني عندنا سل رقم 1 وشي رقم 4 و5 و6 و9. طبعا هني راح نشوف انه ماتش مع الكيد اي، فنعرف ان البيشنت عنده انتي كيد اي فلازم ياخذ كيد اي نيجاتيف انتيجين.
او تيست كد اي نيجاتيف. زين شنو هم الانتيبادي؟ اول شيء راح اتكلم عنه هو الاي بي او سيستم. الاي بي او بلاد جروب سيستم از ذا موست امبورتنت بلاد جروب فور سيلكشن. طبعا اول شيء نختاره حق المريض قبل نقل الدم هو فصيلته. بعدين طبعا هو شنو الاي بي او بلاد جروب؟ هو كونسيست اوف تو انتيجين هو اي اند بي اند فور فينوتايب اللي هو اي بي اي بي اور او. Expression of ABO antigen in RBC is usually accompanied by the presence of natural occurring antibody against the missing antigen. شنو معنات الكلام هذا؟ معناته إذا أنا patient عندي ال A positive معناته أن أنا عندي ال A antigen على ال cell membrane مع ال RBC وعندي ال B antibody في اسم بلازما عندي العكس. وإذا أنا B positive معناته أنا عندي ال B antigen على ال RBC بس أنا عندي الـ A في البلازما. أتوقع معظم الناس ممكن عارف هذا الجدول. زين الـ ABO antibody طبعا الـ ABO antibody are natural occurring إحنا مثل ما قلنا نولد مع هذا الـ antibody. طبعا قبل الـ 3 to 6 month الـ antibody هذا تكون مو موجودة. بعدين من 3 month يبدأ الجسم يفرز هذا الـ antibody. Most of the anti-A and B are IgM في بعض الـ IgG also. ABO react at room temperature but also can be lytic at 37. Clinically, ABO antibody can cause HTR and HDFN. زين هذا مع هذا شنو؟ طبعا هني الجدول هذا يوضح لنا في قبل 3 month معظم الانتيبادي او الABO antibody مو موجودة. من 3 month يبدأ الجسم يفرز اللي هو natural occurring antibody من 3 month. عشان شي قبل هذا إذا سوينا حق بيبي أقل من 3 سنين أو آسف أقل من 3 أشهر ممكن ما نشوف إنه في أنتيبادي. إنزين هذا الجدول طبعا معروف اللي هو ال ABO transfusion chart. نشوف إن البيشنت أو الدونر أو يعطي للكل ال A يعطي حق ال A وال AB. هذا الجدول ممكن معروف الكل ممكن يعرفه. إنزين النوع الثاني من الأنتيبادي الكلينيكي سيجمنت أنتيبادي اللي هو RH system. في حوالي 40 نوع من ال 40 أنتيجين بس هما الموست ماجوريتي أو المعروفين هما الأنتي دي البيك سي البيك إي ليتل سي ليتل إي. طبعا RH antibody are the most common encounter على الأنتيبادي. RH antibody are large IgG لكن في بعض الـ IgM also. الانتي دي انتيجين هو ممكن هو most immunogenic of all RH of all RH antigen. RH positive and RH negative refer to the D antigen. Besides its role, the blood transfusion of D antigen used to determine the risk of hematologic disease. انتي دي طبعا انتي دي is clinically most important antibody خاصة في الحوامل في حالات اللي هو تكون الام RH negative والبيبي RH positive ممكن تكون يسبب بعض الكومبليكيشن حق الحمل. فطبعا هذا كان في الوقت السابق بس الحين في اللي هو اللي يعطونهم الحقنه هذه اللي هو الانتي دي انجكشن. هذه كان وايد سهلت الموضوع وخلت ان نسبه ان الابورشن قلت بعد الانتروديوس هذا الانتيبادي او اسف الحقنه هذه. زين هذه دراسة سووها بالكويت بين عام 1992 و 2001. والدراسة هذه يعني باختصار انش most important او most frequent antibody بالكويت هو الـ D anti D بعدين الـ Big E بعدين الـ Kill. فهذه الدراسة انها بس تبين ان معظم الحالات الـ antibody بالكويت هي anti D. وطبعا هو اللي هو الـ female عندهم الالو انتيبادي اكثر من الميل. طبعا هذا بسبب الحمل يعني واضح ان 3 تو 1 بسبب الحمل. النوع الثالث من ال اللي هو الالو انتيبادي او كلينيك سيجنيفيكانت انتيبادي اللي هو كل سيستم. كل سيستم كونسيست اوف 34 انتيجين بس 3 اونلي ار كلينيك سيجنيفيكانت اللي هو الكل small kill وال KBA. الانتي كل اذا ناس كومون immunogenic after the anti D. some study show that the count is about 91. معظم الناس هم كل نيجاتيف.
anti-K is found mostly are IgG, بس هم الIgM موجود. Anti-K are associated with HDN. هذه الدراسة صارت also that showed that the anti-K can cause suppression of erythropoiesis. شافوا هذه الدراسات، في بعض الدراسات شافت ان الانتي-K ممكن تسوي suppression للerythropoiesis وتهاجم الستيم سيل. فعشان كذي راح يشوفون ان شافوا حالات ان البيشنت ما فيه ملتك ديزيز بس الاتش بي ماله لو، لان شافوا الانتي-K ممكن تهاجم الستيم سيل وفتسوي هذا الانيميا حق البيشنت بدون ما تكون في اني هملتك ديزيز. النوع الثالث او النوع الرابع اسف اللي هو الكيد سيستم، السترونج اسويت وذ اتش تي ار كونسيست اوف كيد اي اند كيد بي، اسويت وذ تيبيكال مايلد هو اقل سيفير من الدي طبعا والار اتش. الانتي كيد اي از مور كومن ذان انتي كيد بي، انتي كيد 3 از برودوسد باي انديفيدوال اوف ذا رير كيد اي كيد بي نيجاتيف فينوتايب. والنوع الخامس والاخير راح نتكلم عنه هو الدافي سيستم، دافي بلاد جروب سيستم كونتين اوف 5 انتيجين، دافي اي دافي بي دافي 3 5 و 6. الدافي اي اند دافي بي اند اذر دافي كان بي كلينيكال سيجنيفيكانت، ذي ار يوجوال اي جي جي، انتي دافي اي از ماتش مور كومون ذان انتي دافي بي. زين بالاخير شلون نوع الوقايه، شلون نقلل من إمكانية الآلو أنتيبادي، خاصة إنه أوكي ممكن الحالات هذه ما نقدر 100%، لكن شلون نقلل من البرودكشن أو الآلو أنتيبادي سنسيتايزيشن. هذه دراسة سويناها بالكويت في بنك الدم المركزي، اخترنا حوالي 233 بيشنت هو سيكل سيل بيشنت اللي هم multiple transfused، وقسمناهم لمجموعتين. المجموعة الأولى اللي هو حوالي 110، وهذه المجموعة عطيناهم دم بس ماتش مع الار اللي هو الاي بي او والدي، يعني نعطيهم مثلا هو البيشنت اي نعطي اي بدون ان اكستند فينوتايب. والجروب الثاني اللي هو حوالي 123 ريسيفد ار بي سي ماتشد مع الجروب اللي هو الاي بي او الار اتش اند كل. طبعا الريزلت شود ذات، وهذه نتيجة الريزلت، ان الجروب الاول اللي هو الجروب اللي هو بس خذه على اساس الجروبينج اللي هو اي بي او والدي 65% منهم developed allo antibody، بس الجروب الثاني اللي عطيناه as extended phenotype مع الار اتش والكل بس 23.6% منهم developed allo antibody. فهذه الدراسة وضحت او كشفت انه من مهم جدا خاصة المرضى اللي يأخذون الدم بشكل تقريبا بشكل يعني regularly، لازم يأخذون دم يكون typical أو يكون match مع اللي هو extent phenotype ماله، علشان هذا الشيء ممكن يقلل من prevent the production of allo antibody. وبالأخير أنا أشكركم، وهذه بعض من الرفرنس اللي حاب يقرأ واللي عنده سؤال ممكن يطرحه، ويعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتم.